جمعة مباركة عليكم، والمناسبة الجميلة ديت إعلان فودافون اللي طلع امبارح وشفناه كلنا، إعلان حلو جميل صريف. محمد سعد بصراحة كان نجم الإعلان. محمد سعد فعلا أعاد اكتشاف نفسه، واضح إن الفترة الجاية هيبقى إعلانات محمد سعد. ناهيك إن فودافون دايما لها فكرة كرييتيف قوي في اختيار اعلاناتها. اعلاناتها بتعملها بشكل رائع جدا، يعتبر افضل اعلانات بالنسبه لشركات الاتصال في مصر، مع احترامنا طبعا لاورنج، ومع احترامنا للمخابرات العامه المصريه، شركه وي العظيمه. رغم ان شركه وي بيجيبوا لها نجوم كبيره قوي، بس سبحان الله برضه يا اخي المال الحرام ما بيدومش يعني. لكن فعلا فودافون عملت اعلان حلو قوي. محمد سعد كان متالق جدا. دينا الشربيني طبعا كالعاده متلونة بشكل حلو قوي، اتحطت في كذا كاركتر قدمتهم بشكل ظريف. في واحد بقى اسمه بيوسف، ده ولا اسمه ايه، انا ما اعرفش مين ده يعني، انا ما فهمتوش بصراحة يعني، ما اعرفش ده اصلا جاي في الاعلان ليه، بيعمل ايه في الاعلان مثلا، ما قريتش يعني. ابن صاحب فودافون مثلا، ابن مدير الفرع الرئيسي مثلا في اكتوبر، مش عارف يعني هو بيعمل ايه. انا ما حسيتش بيه بصراحه يعني، حسيت واحد عادي، انا ما اعرفش هو مين بصراحه، ممكن يكون ده جاهل مني لان انا مش مطلع قوي، بس فعلا هو بيعمل ايه يعني ما كنتش حاسه بصراحه. كان محمد سعد طبعا كان له حضور طاغي، ودينا كانت لها حضور راقي جدا، وحتى الكليب وانتوا بتشوفوه ظريف يعني، مبهج لذيذ، لمس الناس كلها بصراحه في اقل من 40 ثانيه او 50 ثانيه. واتمنى ان انتوا تستمتعوا بيه، ومبروك فودافون ومبروك محمد سعد، اكتشف نفسه في حاجه جديده. بالمناسبه لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب، وتفعلوا الجرس لو عجبكم عشان يجيلكم كل جديد. سلام.